السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم ديجاتك في حلقة ودرس جديد اليوم. اليوم سوف أريكم طريقة تسريع جهازك الكمبيوتر. إذن سوف أريك الطريقة الوحيدة لتسريع جهازك الكمبيوتر في خطوة أو ثلاث خطوات بسيطة جدا، تابعوا معي الشرح وطبق فقط. أول شيء، أعلم أنك سوف تتساءل وتقول سوف أطبق هذه الأوامر، لست أدري إن كان الأمر سوف يفيد أو سوف يحذف ملفاتي الخاصة أو ما إلى غير ذلك. إذن سوف أشرح لك هذه المجموعة من الأوامر التي سوف نطبقها اليوم بإذن الله. إذن من مصدر ويكيبيديا، إذن هذا اخترت لكم أمرين من الأوامر التي سوف نطبقها اليوم. إذن الأمر الأول بريفتش، لنذهب إلى الترجمة ماذا يقول لنا. الجلب المسبق هو أحد مكونات نظام تشغيل ويندوز الذي تم تقديمه في نظام تشغيل ويندوز اتش بي النسخة 1. هذا هو أحد مكونات إدارة الذاكرة التي تسرع بدء تشغيل ويندوز والبرامج المستخدمة. نلاحظ إدارة الذاكرة التي تسرع بدء ويندوز والبرامج المستخدمة، التسريع الخاص هذا ملف خاص بالتسريع. إذن الأمر الثاني هو تمب، في علوم الكمبيوتر تعتبر تمب اختصارا شائع الكلمة الإنجليزية المؤقتة، هذا لا يهمنا. إذن ما هي المصطلحات الخاصة بهذا الملف التمب؟ متغير مؤقت، ملف مؤقت، دليل مؤقت أو مجلد مؤقت، نظام الملفات المؤقتة. إذن نحن لا نحتاج إلى الملفات المؤقتة في نظام التشغيل الخاص بنا. ماذا علينا أن نفعل؟ سوف نطبق هذه الأوامر ونذهب إلى هذه الملفات ونحذف كل هذه الملفات المتعلقة بالبريفاتش والتامب، أي الملفات المؤقتة والملفات الخاصة بتسريع الجهاز. إذن كن على يقين بأن إذا امتلأ ملف بريفاتش بملفات كثيرة، كن على يقين بأن نظامك التشغيل سوف يكون بطيئا جدا. إذن لنذهب إلى طريقة، تابع معي وطبق معي فقط. إذن من خلال علامة الويندوز في لوحة المفاتيح، نضغط على علامة الويندوز ثم R، هنا في خانة الكوماند نكتب بريفاتش، ثم نضغط OK ثم Continue، ثم نضغط على Ctrl ثم A لنمسح جميع هذه الملفات، يجب حذفها جميعا. إذا لاحظ معي هذا الملف مستعصي لا نستطيع حذفه، ماذا علينا أن نفعل؟ بزر الفأرة الأيمن نختار Allocator، يجب أن تتوفر على برنامج Allocator. اذهب إلى google.com ثم اكتب فقط Allocator وحمل هذا الملف. إذا هنا في Action، هنا في أن نختار Delete ثم OK ثم OK، إذا ذهب الملف. إذا هناك ملف Security الخاص بالأفاست مدمج مع ملفات السيستم، لذا لا يمكننا حذفه. إذا لنذهب إلى الأمر الثاني، نكتب Temp، أو الأمر الثالث عفوا، نحذف هذه الملفات جميعا أيضا. وهكذا الطريقة الثانية، ماذا علينا أن نفعل؟ نذهب إلى جهاز الكمبيوتر اورديناتور او بوست دو ترافاي او كمبيوتر الذي يستعمل باللغه نظام تشغيل باللغه الانجليزيه، نضغط بزر الفأرة الايمن ثم بروبريتيز ثم نضغط على نيت واي دو ديسك. اذا هنا نحذف كل الملفات خاصه ذهبت الى سله المهملات او كوربي او ريسيكلر، والملفات التي حذفناها من خاصة بالملفات المؤقتة وملفات البريفتش التي تضر بعملية تسريع نظام التشغيل والبرامج. احذر هنا سوف يكون ملف التحميل، هنا أنا ملف التحميل عندي لا يحتوي على شيء، لهذا سوف أعلم عليه. إذا أنت لا تعلم على ملف التحميل، اضغط على OK ثم Continue، ثم سوف تحذف الملفات كاملة. الخطوة الثالثة، نذهب إلى Properties System، في Properties System نختار Properties System Avancy، ثم في Properties System Avancy نضغط على Parameter، ثم في Effect Visual نختار الخيار الثالث Adjust afin obtenir le meilleur performance، ثم Apply ثم OK. هكذا سوف يصبح لدينا جهاز سريع جدا، نظام تشغيل سريع جدا. إذا كنت تشتغل على الألعاب أو تتصفح مواقع ما إلى غير ذلك، سوف تلاحظ بأن الجهاز أصبح سريع جدا.
إذا بعد الانتهاء من هذه العملية يرجى إعادة تشغيل الويندوز. إذا هذا كل ما كان في درسنا اليوم في درس وحلقة قادمة إن شاء الله. إذا أعجبك الفيديو يمكنك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.